مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر مباشرة معكم من سي الطيبي. يعني كارثة كارثة وقعت اليوم. سيارة كانت طاحت في حفرة بسبب الأمطار، بسبب تساقط الأمطار بشكل هو كثيف هنا في سي الطيبي. واللي كيبان لكم الآن مشاهدينا الكرام أن البنية التحتية مهترئة هي السبب في هذه الكوارث التي تتعاقب على هذه المنطقة. يعني حقيقة يعني مباشرة من مدينة سي الطيبي كي تشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني كوارث كارثة بكل المقاييس كي تشوفوا مشاهدينا الكرام. يعني كارثة 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 كارثة، بنية تحتية جد مهترئة، بنية تحتية جد مهترئة. يعني ممكنش نوصف لكم هذه البنية التحتية اللي احنا تنشوف في الغيس الان كتشوفوا مشاهدينا الكرام السبب ديال التساقطات. كان الشتا اليوم ولا واه؟ كي دوزتوا هاد الشتا اليوم؟ شوية تكرفات تكرفصوا اليوم اخويا؟ صورنا ان شاء الله. تشوفوا مشاهدينا الكرام يعني كارثه. السلام عليكم. كل شيء ديالنا بخير عمي؟ لاباس لاباس. تكرفصوا اليوم في الشتاء؟ كان الشتاء كان الشتاء بزاف اليوم. الحمد لله هذه الكرامه ديال سيدي ربي تنطلبها من الله يزيدنا من فضله وتكون على خير وبخير ان شاء الله. الحمد لله على الخير اللي عطانا، حنا كنا تنطلبوها واليوم طير لنا عشنا عليها. يعني وكان الغيس كاين بزاف الحوايج. ايوا كاين الغيس، الغيس ولا بدا هاد الارض نيت فيها الغيس. وعزيز جاتك شي غيس العزيز؟ عزيز جاك الغيس؟ عزيز جاك شي غيس؟ الحمد لله ما كاين لا غيس لا والو. ياك بسال اللهم لك كيفاش شوف؟ الحمد لله وفضل الله كل شيء خير ديال سيدي ربي. الحمد لله الله عطانا على قد النفع وصافي. والشتا ما تديرش الغيس راه ما كاينش فيها الماء، خصك تعرف هذه بعدا. شي شتا ما دارش الغيس ما تيتسماش، عندها الفرشه راه كملت. ياك الله يرحمها. الله العظيم لا لا كاع تشوفوا مشاهدينا كان تشوفوا البنيه التحتيه مهترئه هنا بين سي الطيبي. الحمد لله الله يعطينا الشتا على قد النفع مشاهدينا الكرام، الله يعطينا الشتا على قد النفع ان شاء الله. يعني تصب وتصب على قد النفع، يعني ماشي يعني تصب بواحد الطريقه اللي ممكن على انها يعني. ولكن ايضا كتشوفوا ان حتى البنيه التحتيه ديال هذه المنطقه يعني بنيه تحتيه مهترئه، وهي اعتقد كانت السبب باش انه كي تشوفوا مشاهدينا الكرام يعني. سلام امي امتي كي دايرين مع شي شتا وشي غيس؟ الله يحفظك. كي تشوفوا مشاهدينا الكرام سلام كي درتي مع شي شتا هو؟ الله الله الفيضان ديال العب. كيفاش شنو قلتي لنا خويا؟ الشتا ديال الله والفيضان ديال العب. اليوم كان الشتا بزاف؟ كان الشتا بزاف وفي الطيبي كتوصل لهاد الوقيته ديال الشتا كيولي غارق، يعني كيولي بحر 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 برا. ماشي تقهرنا شويه، تقهرنا بزاف اخويا. مرحبا. تقهرنا بزاف هاد سي الطيبي اخويا، والله يدير الشتا هو الله يدير الشتا. خاص الناس اللي مشات لسي الطيبي يخدموا، حتى ما كاين لا خدمه لا والو اخويا. الله يسهل الامور. الله يسهل الشا يعني نحاول نتغرقوا هنايا كي تشوفوا كما قال لنا هذا السيد هنايا ابن المنطقه. يعني الحمد لله الله يعطينا الشا قد نفع. الان تشوفوا ان صافي الشا بدات تتكسر كي تشوفوا. نتغرقوا هنايا نجيو من هذه المنطقه من هذه البلاصه نحاولوا نشدوا. يعني كي تشوفوا انا نحاول نخرج ضروري باش تشوفوا
شوفوا الارض كي دايره مشاهده كرام، يعني راه الشتا يعني بطريقه يعني كثيفه بزاف. شوفوا البنيه التحتيه، يعني بنيه تحتيه ضعيفه جدا ولا ترقى الى مستوى المواطن. تشوفوا مشاهدينا الكرام، نحاول نجي هنا مشاهده كرام. بقاو معايا، بقاو معنا في هذا البث المباشر. يعني الشتا كانت مجهدة اليوم، نجي عندك نتايا، الشتا كانت اليوم مجهدة اخويا. الشتا طبات اليوم تبارك الله، الرحمة ديال الله كطيح اخي. والغيس وداك الشيء. الغيس الشيء ديال القواس كاع كيهبط هنا في هذا الراوند بويل. الله يدير الشيء ويدير الخير، الناس اللي شادين سي طيب خصهم يخدموا. راه مكرصين، والناس اللي ساكنين هنا راه مكرصين بزاف. تقهرتوا؟ تقهرنا، الشتا طيب كله مقهور، خصك تدخل تشوف الفوق هنايا. شوف تكرفيس الناس كيفاش عايشه، الناس محنه فهمتش، محنه بزاف. الله يدير الشيء ويدير الخير. شكرا لك، تبارك الله عليك بعد انك قبلتي انك تدوز معنا. نشكروك. شي واحد من الشباب، شي واحد من الشباب. هاد الناس راه معدين علينا، ما مصايبين لا واد الحار لا شي حاجه. البارح انا كنقعد في الناس ندير لي مع الحجر. مشيت بسفر ديال شي عامر عاب اخرى روح اشوف حشومه هاد الناس راه خاصهم يصايبونا. يعني ما عندكمش القواس؟ ما عندناش القواس، القواس ما فهمتي صغار دايرينهم، خاصهم يديرهم كبار. شي عامر وداغي الما تيهبط من الفوق، من الفوق من الهكا من الهكا راه بزاف. هاد الناس راه خاصهم يخدموا معانا، حنا راه كنتعذبوا. الدراري الصغار راه كنقطعوهم تنهزوهم تنديروا صبابط البوط باش نقطعوهم يخدموا معانا هاد الناس. حشومه كاين على قبل هذا مشى قال لي هزني باش نقطع الشعر تاعي وحق الرب. انت لابس البوط انا مال الخدمه. دابا غير اسمح لي شنو سميتك بعد سميتك؟ خويا عصام. دابا انت داير البوط باش انك تقدر تخدم هنايا وتحرك وداك الشيء. اه بطبيعه الحال حيت هنا راك تولي مصيبه صاحبي. والله انا قلت لك قبيله بنادم قطع ثلاثه الناس، قطع شوم في الغيس باش يقطعوا ليه. الله يدير شي شاويه الخير، وحنا بغينا الشا وبغينا الشا والشاي اللي مع الرزق، ولكن راه في الوقيته ديال الشا كيبان الناس اللي خدامين في العماله ديال السي الطيبي كيبان الشيء وما كاينش اصلاحات. اش تقول لنا خويا؟ السلام عليكم. خصنا سميتو خصنا البناء البنية التحتية. البنية التحتية لا تكرفسوا في هذا الشا. ماشي مشكل، ماشي مشكل. شاد لك الهضره. هذا خويا شنو تقول لنا خويا؟ قلنا هذا الغيس، هذا الغيس هذا شنو تقول؟ خويا هاد مدينة الصيبي بان تقول مدينة، ما كاين مدينة لا والو، تسمى بادية الصيبي، ما كاينش البنية التحتية، ما كاين حتى حاجة. مدينة ما كاينش المدينة، ما كاين مدينة والو، باقي الكراس، باقي كلشي ماشي تكرفيزنا، كاين قواز، ما كاين حتى حاجة. شنو تكرفيز الحالة كي دايرة شنو؟ البنيه تحتيه والو فهاد الصايبي. اجي خويا صبروا معايا حتى تمل الشاو. يلاه معايا، يلاه وريوني اخويا. حنا نمشيو مع ولاد سي الطيبي غندخلوا معاه. شوف اخويا راه عيب هادشي يكون دابا. هذا ما خاصناش الواد الحار هذا. واد الحار. شوف لي شوف لي عاوتاني. دابا ما تصبش الشتا ما تبقاش ما كتصبش الشتا كتولي بحال الماء هكايا. شنو خويا شنو تصبش الشتا دابا هاد الواد الحار تيتفرقع. والناس الديور ديالهم تيدخل لهم المحلات ديالهم تيتكرفسوا يدخل لهم الواد الحار حتى للديور ديالهم. وكاينش المسؤولين ولا جاو التراكسي تينقصوا بها الماء باش هذا الصطيب. الصطيبي دابا كاين لما كاين لما كاين شي حاجه كاين البادي ما كاينش في الصطيب. انا صحاب الجامعه هما كيضربوا تقهوا في الجامعه ما كاين حتى حاجه. انت اخويا واحد الهوندا راه عاد غرقات. زنقصتو. انت راه غرقات هادي راه. هادي هوندا لوني باد. هادي هوندا ما كاين فيها والو. هادي هوندا. هوندا هادي. يلاه تجهز داكشي. يلاه تيتجهز ومعطلان فيه ما بقاوش يقادو الناس عكاريين مساكن بزاف. هادشي راه حشومه، هادشي راه عيب، هادشي راه ما خاصش يكون. ياك. واش دابا حاشاكنا باخرار وشي باخرار دابا؟ واش دابا الناس ساكنين في ديورهم واش باخرار يشموا الريحه؟ دابا دابا هذا عندنا هذا ديال واد الحار. هذا ديال واد الحار. دابا هذا واد الحار. هذا اصلا واد الحار. دابا هذا واد الحار. واش دابا الناس ساكن في الديور كيشموا الريحه؟ واش دابا عندها التصفيه؟ دابا هذه وقت التصفيه هما دايرين التصفيه، ما كاينش التصفيه لا والو. هاد الناس شحال ما دايرين. ما كاينش المسؤولين، ما كاينش التشوف يراقب، ما كاينش مراقبه خطره.
حاشاك باخر راهوني تيخوي في عباد القهاوي عباد اللي يدخل لهم يدخل الماء الهري تيدخل ليه الماء يعني غير شويه الحمد لله انا باغي نشرب غير تصب الشتا ولكن تصب الشتا تخلعنا تنخلعوا واش تنخلعوا تنخلعوا بان الوادي تفيد علينا الوادي تفيد علينا واش انا بزاف ما كاينش المسؤولين وزايدون هذا الطريق دابا رئيسي تيوزنا المسؤولين كاملين راه رئيسيه ماشي شي طريق عاديه الرؤساء الكبار تيدوا واش غادي تولي لابيزين دابا لابيزين تيولينا شوف الشعيبي هادوم الشحيدوم الشخص يعني يعني الناس كيدوزوا مسؤولين من هاد الطريق وهي هكا باطا ديما بحالكم ديما تقريبا دابا من العام الاول بحالكم ديما بحال بحالكم ديما حنا دابا الشتا هنا باغينا ولكن ندوزو الشتا تتصب الشتا تنتخلعوا علاش نتخلعوا تيفات علينا الواد الحار تولي عندنا بركان ديال الواد الحار راه كاينه لهيه نافوره في الرومبا نافوره ديال الواد الحار تتقفي اخرى راه خويا تطلع عرفت واش نشمو الريحه دابا انا عندي حانو ديال التكزير دابا انا عندي حانو ديال التكزير انا اصلا كزير نشوف هذيك الريحه انا ندخل للحمل الحمل ضروري ندخل باش ما يشمش ديك الريحه ياه تيجيو الناس دابا تيجيو الناس بغيت تغدى اما حل بزاف هاد الناس كاملين محلين ماشي انا كلشي السكان دابا الطيبات دابا ساكنين هاد اللي ساكنين دابا جنب الطريق دابا كلهم محلين مساكن ودابا شوف القهوه تيدخل لها الماء تلنا يعني الماء ديال الدواوير كامله هنا تيهبط دابا السيكتور كاين السيكتور هاد السيكتور دابا هنا السيكتور وكاين السيكتور الفوقاني هاد الاحياء كلهم الواد ديالهم تيهبطوا عندنا هنا تيخويو عندنا كيهبط الماء ماشي مشكل غرقوا ولكن راه كيهبط الواد الحار ديالهم كيهبط هنا راه ورش وراه طايبين فيه كلشي فيه لا كاين بزاف طايبين فيه كلشي ما كاين الهماشه بزاف هاد الصايبه راخي عليه ونبقى نصوت على هذا نصوت على هذا كاين البنية التحتية خطرة واش دارت قادو سبيد 30 متر وحالة حشومة كاع راه ما كايناش هادشي تجيبوا لنا على قادو باش يبقى يحفر لنا هادشي راه حالة ما ديكو كاع ينظموا كاس العالم كاين كاس العالم الأول التعيير أخويا طالب الفت الطيبين واش شواد الحار دابا تصفي دابا شو واد الحار حالة دابا هذه حالة ما حالة شو واش هذه حالة شو واد الحار دابا واش بزاف دقايق دابا أنا صغير حالة ورشة بنادم غادي يشم الريحة وبحالكم حشومة كاع كيديروا لك التغيير اش من التغيير تغيير كيف كيديروا لك التغيير ما كاين التغيير لا والو تقول عن غير كاين التغيير واش من التغيير واش هذه التغيير دابا تيجيو عندكم في الانتخابات تي دوكم غنغيروا 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 ما طورنا وبقينا كيشدوا الرشوه بالعالم قاعدوا كيترشحوا قاعدوا كيشدوا الرئاسه تيجي يشدوها البقاعي وكذا كاين شي بقعه شي حاجه يشفروا صافي شوف الحال كاين شي لعبه 555 ورجعوا للفيديو تلقاو 555 واش عارفوا شنو هي 555 قبره عندنا الرشوه بزاف في هذه البلاد الطايبي دايره فيه الرشوه واخا شوفوا مشاهدينا الكرام يعني على المباشر ما كملات حتى خمسة دقائق صبات خير الله الشا الشا شويه الشا شوفوا الدنيا كي ولات حنا باغيين الشا ولكن خاص البنيه التحتيه تتقال خاصها تتقال شوف وصلك صباط البوط باش تدوز ياك ما يمكنش انك تلبس برديله صباط البوط ضروري تلبس صباط البوط ضروري دابا حسبوا راسنا بحال مشينا مساكن في الطيبين حسبوا راسنا ساكنين في الغرب سير حاسب راسنا ساكنين في تيري سوكا في مصر ميلا ولا في حد كورد ما حسبوش اصلا خصنا هنا ساكن في اقرب مدينه العاصمه خص تكون جوايد الجهه ديال العاصمه خص تكون نقيه والطيبين من شحال من عام دابا باقي مهمش باقي ما كاين حتى حاجه في هذا الصيف ما كاينش تغيير ما كاين لا تيران ما كاين مركب ما كاين الدراري فين يخرجوا الدراري ما كاين لا جرده واش ما عايش والو دابا انا بحسب واحد حسب الصلاه ساكنين حبس اخويا اش تقول لنا اخويا قلت لنا حتى جرده ما كاينه لا خويا البنيه التحتيه ما كايناش هنا في هذا الاقليم هذا نهائيا نزيدوا عليها ان كاين الشفاره بزاف في القياده وفي السلطات اللي كاينه هنايا وش نقول لك الله ياخذ الحق اللي دا شي حاجه يتحاسب عليها يوم الاخره هو دابا تيدير التيران دابا تيران دير داير دابا تقريبا شحال دابا تكون 5 سنين ها هو داير هنا لونيب ما كاين حتى حاجه فيه حابسين سادين داير لي عساس سادين الجامعه الرياضيه ما عندناش ما كاين حتى حاجه ما كاين مسرح ما كاين مركب ما كاين جرده فين يخرجوا الدراري الصغار ما كاين حتى حاجه لا الرياض الدراري دابا ساكن مشرد شي الدراري دابا الدراري الاطفال دابا ما عنده فين يمشي
ولو تيطلب الفن غادي يمشي تيخدم ولا يبيع الكار ولا يطاي ولا يخرج يركب كروسه وما كاين حتى حاجه ما كاين حتى حاجه في المدينه شو مدينه الطيب ديك المدينه ما كاينه بين تحسب انا هذه ماشي مدينه تحسب انا قريه ما كاين حتى حاجه تيبغى نغير وتغير شحال من ممكن تغييرهم واش دول المناصب ديالهم ممكن تغيير الاول حشومات ديك المغرب عندنا كاس العالم كاين كاس العالم حتى حاجه كاس افريقيا هادشي مصطيبين مهمش طريق رئيسيه كتشوفوا الطريق الوطنيه والطريق الرئيسيه سي الطيبي مسؤولين منا كيدوزوا مسؤولين كيشوفوا الناس يدوزوا الناس ولكن كتشوفوا الحاله ما هي حاله كتشوفوا شويه الشا شوفوا شويه الشا شنو خلفات مشاهدينا الكرام شويه الشا شنو خلفات اجي يلا غنمشي معكم ماشي مشكل الشا صبروا لها شي شويه صبروا لها صبروا الشا صبروا الشا شوف شوف الماء يعني الهضره اللي قلتوها الماء ديال الدواوير كامله اللي من لها تيهبط يعني الشا حقيقي خيط هادو راه حوان تسدوا هاد الوامر هادي راه حمراء هادي راه حانوت شي هو واحد الحانوت راه مسدود تيدخل ليه شوف اخرى شوف 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 ها هو مسكين هذا 3 ايام ما حاش هذا رودار هذا درت له درت له كربه كان طاح فيه واحد الدري اما خويا هاد الناس هادو راه ما خدامينش 3 ايام دابا ملي بدا الديال هذا يعني الناس ما قدروش يخدموا من بدا الشتاء ثاني بهاد 6 ايام يعني كتشوفوا مشاهدينا الكرام يعني وضعيه كارثيه هنا وضعيه كارثيه هنا في مدينة سي الطيبي اللي كيقالوا الساكنة ديالها ومعالم المدينة ما كايناش كي تشوفوا مشاهدين مدينة سي الطيبي ما كتبعدش بزاف على الرباط اقل من 20 كيلومتر او 30 كيلومتر واخا دقيقة دقيقة واحد خونا سبيل نعم خوساني ونصور نشوف شوية نوريو هذيك الرونكار شوية ديال الشا مشاهدينا الكرام شو واش دارت سي الطيبي شويه ديال الشا شنو دارت شويه ديال الشا شنو دارت في مدينه سي الطيبي اللي لا تبعد على العاصمه الرباط الا باقل من 30 كيلومتر وعلى مدينه القنيطره باقل من 12 او 10 كيلومترات مشاهدينا الكرام وريناكم غير شويه من مأساة اللي كيعيشوها يوميا في وقت فصل الشتاء ساكنة سي الطيبي وريتكم غير شي شويه ومازال غادي نرجعوا باش نسلطوا الضوء على هذه المدينه انا اعتبرها مدينه اضحت من كوبا بهذه الطريقه انت شو 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 واحد المشرد داور مسكينه هو انا نسالي ونصور معاه شو مشكل انا معكم يعني كي تشوفوا تنشكروا بعد هاد الشباب هادو شباب سي الطيبي اللي غاروا شداتهم غير على المدينه ديالهم وهضروا هضروا بحرقه بصدق خاص الاهتمام بهذه المدينه وعيب وعار نشوفوا هذه المشاهد اللي كدر في القلب ديالنا كي تشوفوا مشاهدينا الكرام شويه ديال الشا شوفوا شنو دار في البنيه التحتيه شنو هذا؟ هذا هو الحار هذا هو اللي تفرقع المحل ديال اللي قلت لك 3 ايام انا سالت انا تقريبا انت اللي 3 ايام ما حليتش 3 ايام ما حليتش ابو الحمد 3 ايام على حساب هذا الشيء على حساب الناس كليان تيبغوا يجوا عادي يقطعوا عندي وما تلقاوش من يقطعوا كيبان لي هو حار ما 3 ايام راه مطرق وعندي خدامه عندي بزاف هذا الشيء ها الرومبا اخويا شي الرومبا راهي كاين واد حار تم تيفيد في الرومبا وتتحبس الطريق دابا الدراري الشباب الشباب دابا هما تيخدموا منقيدين ديال الناس ناق تيقطعوا الناس باش باش يقطعوا لنا واش حاجه عندنا واحد وهادشي راه حشومه اخويا هادشي ما الدوله راه مكرفسه علينا على الصطيبي راه منسي نحسبوا انا منسي الصطيبي واش مدينه تيكون اقرب عاصمه خصها تكون وسط ما بين وتيقولك مدينة الطيبة وكيلا مدينة والو بعيد على قنيطرة ب 14 كيلومتر يعني كي تشوفوا مشاهدي الكرام شوفوا الحالة الروكار اخويا الروكار راه شوف تما
شو نشوفوا قربوا شي شويه على غيثنا. هذا الروكار اخويا راه طاحت فيه واحد الطوموبيل هذا. هذا الروكار هذا. عاد الناس عاد تعاوننا عليه باش هزينا. شوفوا شوفوا الوضعيه. ترى الماء كيجي من الفوق هذا. اما اخويا الا طلعتي الفوق راه غادي انت. اي انبك الضمير ديالك اخويا راه بزاف هادشي. إذا شوفوا مشاهدي أحسن تلقاها. شوف هاد الناس هما مساكن ما خدموهم أول هام. هام. هذا راه سيمانة ما خدامش مسكين، شوف شوف لداخل شوف. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. مشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تيفي، حاولنا ما أمكن أن نجيو سي طيبي ونوصلوا لكم الصورة. واخا أننا عشنا مع هاد اللحظات، هاد الناس راه عايشين يوميا، حنا عشنا معاهم خمسة دقائق ونمشيو أو عشر دقائق ونمشيو. هاد الناس راه عايشين هاد المعاناة يوميا بزاف اخويا. شوف شوف سي طيبي شنو فيه، شوف هاد السيد هذا. انا ندور انا ندور ونصور مع السيد. نوريو الروكار ديال الرومبا تا هو. واخا واخا كي تشوفوا مشاهدينا الكرام القواس ديال سي طيبي كلهم خاصهم يتبدلوا كلهم. زيد زيد اخويا زيد شوف هذاك الروكار راه حشومه. كي تشوف الطريق هذا كي تشوف كي تشوفوا مشاهدينا الكرام معاناة حقيقية. كي تشوفوا مشاهدينا الكرام معاناة حقيقية معاناة حقيقية لساكنة سي الطيبي. شوفوا كيفاش الدنيا بنية غياب البنية التحتية في هذه المدينة التي لا تبعد مشاهدينا الكرام سوى 25 كيلومتر على عاصمة المملكة المغربية، ولا تبعد على عاصمة الغرب إلا الموسيقى، لا تبعد على عاصمة الغرب الا ب 14 كيلومتر. يعني شوفوا الحاله كيف دايره. انا شخصيا استغرب لهذا الواقع اللي وصلت ليه مدينه سي الطيبي. شوفوا على حاله مشاهدينا الكرام. ياك اخويا وقع شحال عمرك؟ أه؟ ما زال صغير ومندو. ماشي واحد الشاب هنايا تيقرا قال لي الان مشاهدينا الكرام حتى في المدرسه تنتعذبوا، عنده 17 سنه ما يمكنش نصوروا. اجي خويا الموسيقى تما الموسيقى. الموسيقى. اجي خويا. والله يخلص اللي عطاته الفرصه يخدم سي الطيبي وما خدموش، الله ياخذ الحق. عصام قول لي خويا البنت اللي جبدنا البارح. او الشا زادات 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 الشا. اجي 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 نجيو هنايا نحاولوا ما امكن. البنت اللي جبدنا مسكينه من الحضره. اجي اخويا شد اخويا قول لنا هذا الواقع ديال سي الطيبي هذه البنيه التحتيه المهترئه اللي كتعيش منها سي الطيبي واليوم هنا في الولاد هذا سي الطيبي كعاو عليه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، من موقعي كفاعل سياسي وناشط جمعوي وابن المنطقه ما يمكن لي الا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في ظل هاد الوضع اللي كيعيشوه التجار ديال هاد الشارع، هذا الشارع الرئيسي الطريق الواجهه الطريق الوطنيه الرابطه بين سلا والقنيطره. نحمد الله عز وجل على هذه النعمه. نعم نحمد الله عز وجل الذي الحمد لله انعم علينا بهذه النعمه ديال الامطار ما طالما انتظرناها، ولكن الحقيقه المره على مستوى جماعه سيدي الطيبي اليوم هو انه الناس ديال القطاع 10 سيكتور 10 والذي بالمناسبة سيكتور 10 غنعطيكم واحد المعطيات اللي هي خطيرة. كاين معطيات كتأكد بلي أنه سيكتور 10 راه مجهز في الوقت اللي تخصت ملايين لونيب اللي كان نورمالمون خصها تكون اليوم دوزات البرونشمون لهاد الناس ما بقاش عندنا هاد الفيضانات هادي. هذا جانب. جانب المسؤولية السياسية يتحملها المجلس الجماعي الحالي. لطالما طالبنا كنا دائما نطالب انه دائما دار شي حاجه سميتها المواكبه ديال ما 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 قبل الامطار ما قبل فصل الشتاء، حيت كان نورمالمون عندنا واحد ما يسمونا بالاعوان العرضيين كان خصنا نخرجوهم يشطبوا هذا الشارع وما يتخرقوش القوادس. كان نورمالمون الشركه اللي كانت دوزات لي طرافو ديال واحد الكانيفو كان داز هنايا كان نورمالمون خصها دير له لونتروتيان خصو يتصلح. هذا جانب. جانب الاخر الحمد لله على هذه النعمه الحمد لله. جانب الاخر هو انه اليوم ماشي غير الطريق الوطنيه، اليوم كاين
ما يسمى بالقطاع عادزادو. الحمد لله على هذه النعمه هذه، الحمد لله.